يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم نظيره الألماني في العاصمة برلين، وذلك خلال زيارته إلى ألمانيا التي تستغرق 4 أيام. يتناول اللقاء كافة جوانب العلاقات المصرية الألمانية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا واليمن وليبيا والتوتر الحالي في العلاقات السعودية الإيرانية، فضلا عن التداعيات الدولية والإقليمية. كما أعرب زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني خلال لقائه بشكري عن تطلعه إلى زيارة مصر وعقد لقاءات مع نواب البرلمان المصري الجديد وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. ومعي عبر الهاتف الدكتور فوكلهارد فيندفورد، الكاتب والمحلل السياسي الألماني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا سيدي. نريد يعني أن تطلعنا على يعني أهم الملفات التي تتوقع أن يتطرق إليها وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الألمان، وأهمية زيارته إلى ألمانيا في هذا التوقيت. أنا أعتقد التوقيت مناسب للغاية، إذ أن العلاقات الثنائية المصرية الألمانية تحسنت بشكل غير عادي وتدعمت على الأصح منذ زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين عاصمة ألمانيا الصيف الماضي. وحاليا طبعا الموضوع الأولي الفرد نفسه هو الخطورة المتزايدة للإرهاب بأشكاله المعروفة حاليا. وطبعا كلنا نعلم المجزرة نسميها اللي حصلت في إسطنبول يوم أمس، صباح أمس، اللي راح ضحيتها 8 سواح سيح ألمان واثنين ما بين حياة وموت. بس طبعا كل ده في ضوء مسلسل العمليات الإرهابية اللي فعلا شهدتها باريس طبعا وعواصم أخرى ومدن أخرى وحتى في أنقرة حصل. يعني أنا بيقول الدول العربية معينة، أنا أرى أن هذا الموضوع طبعا يتطلب تعاون أمني وثيق، مش مجرد تبادل المعلومات، بل خلق يعني زي ما تقول يعني غرفة عمليات مشتركة بين بعض الدول المعنية مباشرة بهذا الشيء، منها طبعا مصر أساسا عندها خبرة أكثر من أي دولة أخرى للقضاء والمحاربة على الإرهاب، وألمانيا، فرنسا. أنا أعتقد أن مثل هذه الموضوعات الأمنية الملحة طبعا في مقدمة المناقشات، وده شيء طبيعي. على أي حال بصرف النظر، لا ننسى أن المستشارة ميركل قالت مرارا يوم أمس، قالت نفس الكلمة كررتها، أن لا يجوز الحكم على الأوضاع في الشرق الأوسط والتصرف. كلمة تصرف طبعا ما تعطي، بس طب يعني دكتور إلا بالتشاور مع مصر باستمرار. المجالات الاقتصادية والتجارية برة تلعب دور، ولكن احنا نرى ان هناك قفزة بمعنى لفظ قفزة في الاستثمارات الألمانية في مصر، واللي قد تبلغ في السنوات القليلة القادمة المنظورة الى 11 مليار يورو وقد يزيد، وعلى رأسها شركة زيمنز أكبر الشركات الصناعية في ألمانيا، واللي عد منتظر رئيس شركة زي المملكة كده زي ما تقول، تشرف بزيارة رئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات لأهمية هذا التعاون المتنامي. وبصرف هذا وذاك في مجالات أخرى لدعم توصية نعم أنشطة والتعاون. نعم، وضحت الصورة دكتور فولكهارد.
فيند فورد المحلل والكاتب السياسي الألماني، شكرا جزيلا لك، وإلى تركيا حيث